الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطيب البغدادي رضي الله عنه ورحمه في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال: كراهية الجلوس بين اثنين بغير إذنهم. قال: وعن يحيى بن خالد البركاني. صباحا، لو تعيد لنا ما قاله الخليل كنت أحسبه لسيبويه. كان محمد بن يزيدي، عن أبي محمد اليزيدي قال: أتيت الخليل بن أحمد. قال: عن أبي محمد اليزيدي رحمه الله قال: أتيت الخليل بن أحمد رحمه الله في حاجة، فقال لي: ها هنا يا أبا محمد. فقلت أضيق عليك. فقال: إن الدنيا بحذافيرها تضيق على متباغضين، وإن شبرا في شبر لا يضيق على متحابين. وهذا الذي أقوله الأخوة في الله، لا يمكن أن تجد مثلها بحال من الأحوال. الأخوة في الله أعظم ما تكون. شو بيقول؟ شبر واحد يكفي المتحابين. ما دامت التحابب في الله جل وعلا، انت تضيع روحك ويبقى اخوك، وتحسن الى اخيك وان كنت في الم وتعب. الاخوه في الله لا يدانيها شيء. ولو عشنا نحن هذه الاخوه، اقسم بالله الامه ستقود وتسود بعد ذلك، لان الله جل وعلا بشر الامه بالقياده والسياده بعدما الف بين القلوب. وكانت منا اعظم ما تكون على النبي حين قال: ها وألف بين قلوبه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، ولكن الله ألف بينهم. شوف بقى الاسمين، لما ختم باسمين عظيمين. ها، إن الله إيش؟ عزيز حكيم. انظر للختام لتعلم. ولذلك أنا أقول: إذا رأى الله منا الصدق وأخذنا بأسباب المحبة في الله حقا والخوف في الله، سيوططه علينا. وكلما دخل الماكر ليفسد أفسد على نفسه. أنا أسألكم سؤالا: أرأيتم شيطانا دخل بين أبي بكر وعمر فأفسد ما بينهما؟ أو استطاع أحد أن يفعل ذلك؟ حتى بعدما كانت الشدة والحدة بينهم، ما أفسد بل إيش؟ بل قوة. كان النتاج شيء واحد. تحفظون ثمرة عظيمة في هذا الباب؟ ما حد أستطيع يفسد هذه العلاقة الوطيدة. كان النتاج شيء واحد، يا حسن ممتاز. لكن أنا أتكلم على التحقيق العملي. التحقيق العملي، اتباع. شكرا. صح، التحقيق العملي. لما جاء الرجل وقال له: أنت خير الناس. لا أرى خيرا منك. والتاني ميت، فقال: تعال في مصيبة على راسك دلوقتي، تعال. فجاء فقال: رأيت أبا بكر؟ وكم محضر إيه؟ محضر الضرب. فقال: رأيت أبا بكر؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لو قلت أنك رأيت أبا بكر وقلت ما قلت لنكلت بك نكالا. شوف 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 إيه ده؟ شوف وهكذا. ولذلك علي بن أبي طالب لما سئل: لو لم تأتي الخلافة لك، من أحق الناس بها؟ قال: عثمان بن عفان. فراح عبد الرحمن بن عوف فانفرض بعثمان. قالوا: لو لم تأتيك الخلافة، من أحق الناس؟ قال: علي بن أبي طالب. وكل يعرف الفضل الأهل، كلنا نعرف الفضل لأهلي. لذلك الخليل قال أبي محمد بن يزيد، قال له: الدنيا لا تسعى المتباغضين. ما فيش، لأنه لو في حاقد وحاسد مش محتاج حد يقلبه عليك، هو عايش إيه؟ هو مقلوب لوحده في هذا الباب. وهذا لن يهدأ ولن يرتاح، لأن الحاسد دايما إيه؟ مخترق. حتى لو أراه الله بعض النقص عند من يحسده أو يحقد عليه، فيبقى هكذا ميتا لأنه مبغض. وهذه لا تكون فيها الأخوة في الله. الصادق لا يبغض أخاه. الصادق أيضا يحب التعديل لأخيه، ويحب أن يكرمه بستر النواقص وعلاجها ورفعة المكان. ده الصادق إن كان صادقا حقا. شوف عشان تفهموا، يعني الصحابة وقع منهم ذلك، عشان كده احنا بنعيش عيشة حق لما نعيش معاه. بريدة من الحصيب، علي بن أبي طالب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليخمس الغنائم مع خالد بن الوليد. وأول ما خمسها، طبعا تخمس الغنائم كيف يا حبايبي يا شطار؟ يلا تفضلوا، يلا يا بابا، عشان انتم ما جاهدتوش ما تعرفوش. ها وعلموا. ايوه هات بقى خمسها، انت مش رياضة. خمس لله ولرسولي. ها الخمس ده بيقسم بره اخماس ايضا، خمس لله وسهم لله والرسول وسهم ليه
لذوي القربى واليتامى والمساكين، صح كده؟ والأربعة أخماس لمين؟ للغانمين. فهذا الخمس، هذا الخمس علي بن أبي طالب له فيه، لأن سهم الخمس ده إيه؟ لله والرسول، ها، ولذوي القربى أو لأولي القربى، وعلي بن أبي طالب هو أجل أولي القربى. فهو لما خمس الغنيمة وأخذ الخمس طلع يقطر رأسه ماء. خالد الوليد رآه تعجب. بريدة بقى أول ما رآه راح لخالد الوليد قال رأيت ما يفعل هذا الرجل؟ إيه يعني إيه بيقطر ماء رأسه ماء؟ يعني أخذ جارية أعجبته من الخمس فجمعها، فقال والله لأحملن ذلك على رسول الله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أرأيت ما فعل علي؟ قال ما فعل علي؟ قال فعل كذا وكذا وخرج عين رأسه يقطر ماء. شو بقى الفراسة؟ ده نبي بقى. قال له يا بريدة أتبغض عليا؟ قال نعم. صدق ما يكذبوش على رسول الله. قال نعم. قال لا تبغض، علي له في الخمس أكثر من ذلك، أحبه. قال والذي نفسي بيدي يوم أن قال أحبه أحببته بكل قلبي. أو كما قال شوف الطاعة والإقتداء التام، قال أحبه. فأنت هنا يمكن أن يقع البغضاء بين الإخوة، ممكن يقع الشحن، لكن لو الدين غالب ماذا سيفعل؟ سيمحي البغضاء والتحاسد ده، ويقول بيننا الشر. حتى لو عنده حق يقول له خلي الشرع الدين بحق عشان ارتاح منك، الدين حق، فيقول له حقك تأخذه بإيه؟ بالشر. أو يتسامح كما فعل من سورة حبيب، كما فعل من كعب ربيع بن كعب الأسلمي عندما قال له أبو بكر اقتص مني، قال لا، قال اقتص مني، قال لا، قال استعلان عليك رسول الله. النبي لما سمع منه أنه قال له لأنه قال اقتص مني، قال لا، قال نعم لا بل قل، ها ما عرفت فضل يغفر الله لك أبو بكر. وأقيل دول هيئات الإيش؟ العثرات. لكن لو عملنا بالدين، الماكرون الكائدون أصحاب المكر اللي بينفقوا نفقات تامة لإفساد ذات البين، لتحلحلة بين الوسط الملتزم، حربة حرب، طائفة تقول هذا تاجر دين، وطائفة تقول لك هذا عميل كبير، ده كنت كل دول بيصلوا ويصوموا ويقوم الليل، كل دول بيعملوا كده واتفقوا على هذا، مع الافتراق بقى ده يقول لك ده تاجر دين، والتاني يقول لك عميل كبير، والتالت يقول لك الرجل له مآرب أخرى وفي كل إيه مأرب، رابع يقول لك هذا أشباه المنافقين. ده كل ده الوسط الملتزم، كل ده بسبب اللي بيدفع ويمكر ويكيد لفساد ذات البين بيقع. لكن الديانة لما تغلب يقول له وإن كان أخي وعيبه في صدري، أخي وعيبه في صدري، ولا أظهره بل أستره بل أصححه، أصحح المسار. دي الديانة. كنت مع شخص كبير أخذ على بعضهم أمرا كبيرا وقال لا، فقلت له طيب أنا معك، وقع منهم ذلك، ألست مأمورا شرعا أن تصلحه؟ كان رد صادم لي يا سيدي. ماذا قال؟ تتوقع ماذا يقول؟ قال روح أصلحهم أنت، روح أخوة أصلحهم أنت، والله قتل ضربني في مقتل. قلت الواجب علي ذلك؟ نعم بس واجب عليك ذلك، ولا تؤخذهم بذلك فتطرحهم، بل تأخذهم وتصلحهم وتستعملهم، ده الأصل الذي لابد. لكننا نحارب لأن في النص في شيء آخر ليس المسألة. أنت الآن بتأخذ عليه أنه فعل كبير، ممتاز. أنت ما الذي يجب عليك؟ الرجل أخذه وقال له لو ذهبت للنبي يطهرك من ذلك، أراد له الخير بإيه؟ بإقامة الحد. طب هل ده أعجب النبي؟ ها أعجب النبي مع أنه أقام الحد، أعجب النبي؟ لا، مش هو ده الأحب لله. عشان كده واحدة من السعيدة قالت لي محفظ القرآن فلاني وإنه يفعل ولم يسمع يفعل، قلت ممتاز، فعل كل ذلك ونحن نقر بهذا الفساد. ماذا تريدين أنت؟ قالت إيقاف عند حد، إيه بقى؟ ممتاز. ما الذي تريدينه؟ رضا الله ولا هو نفسك؟ طبعا أول إجابة هتكون إيه؟ قلت رضا الله في أن تستوري وأن أصحح وجاجه معه. ما لا تقول وصريخ وسويت، قلت شوف هو النفس الذي يتكلم. ما في، لما واحدة راحت لواحد قالت له الراجل كلمت، قال لها
اذهبي إليه، ده أخ وشيخ كبير بيستخدم أخت منتقبة. قال لها ليني له في الكلام، خش عليه. طبعا بقى مرمطة، مرمطة بلغة أخرى مع إبدال الحروف في هذا الباب، في هذا الباب. فاهم حضرتك؟ وحاجة أنا قلت ده داعي، ده لازم يتضرب بالنعل. طبعا خطأ، أنا أخطأت بهذا الكلام، لأنه هو أيضا يحتاج إلى إيه؟ الإصلاح. أحسنت، إصلاحه وتعليمه. لكن لما يكون ده متصدر قدام الناس وإن راجل كبير جدا ويقول لها ليني له الكلام، وهي داخلة تقول له تكلم بقى معاه، والتاني أيضا إيه؟ بعد ما تكلمته كده لا مين اللي بعتك؟ اتفاجعت، إيه ده صايع؟ ده فاهم المسألة بتتقلب إزاي؟ أنت فاهم؟ لكن شافها من أول مرة. لكن هكذا الدين، وهو ده الدين. نهيك بقى على اللي بيكيد ليك بيعمل كده، كل شويه يبعت لك واحده من حته، بلاش نتكلم على البلاد، لكن كل شويه يبعت لك قطعه مرموقه شوكولاته مره، فاهم، ثلج مره، لكن شغال ما بيسيبكش، عايز يضيعك باي طريقه. هو ده، هل ده اسلام؟ هل ده دين؟ فلما يكون داعي هو اللي بيعمل كده، ها؟ احنا خلينا مين للصيع؟ تركنا ايه للفسدة في هذا الباب؟ لذلك الحب في الله شرارة. هو اول ما يسمع يقول لها ايه؟ ما اعلم عنه الا الخير وما لك من شأن، ويوم اتصل بي بلغني كذا وكذا، وانت لنا اسوة وانت لنا قدوة، وهذا الخطأ قد وقعت فيه قبلك، ويعمل ايه؟ يبين له انه ايه؟ مذنب، وانه اقل منه. التاني ماذا سيفعل؟ حتى لو تبجح هيسمع ويستحي، ويقول انت كسبت كل شيء، كل شيء، لانت افسدت ذات البين ولا فضحت الامر، ولا، لان النبي صلى الله عليه وسلم مرتضى بهزال على ما فعل، لانه قال له ايه بقى؟ قال له ايه؟ يا هزال لو كنت سترتها او سترته بثوبك لماذا؟ قال عشان ما دعوش الاجر برضه، في انه قال له النبي هيطهرك بالخامه الحد. قال له ايه؟ يا هزال لو فعلت ذلك لكان اعظم الاجر عند ربك. كنا في مشكله حتى نصير بكى بكاء ادماه، كاد يوقف قلبه، لانه بعد ما الكلام بعرض الكلام فجور في الخصومه، اتهموا المتهم بما فيه وبما ليس فيه وتشفي، وبعدين ايه؟ طابور بيتكلم وكل واحد بيسلم التاني عشان يقضح في الرجل. طبعا الله تعالى حاربهم بايه؟ حاربهم بما يفعلون، فاتاهم بنقيض قصدي، انشا الله الناس بقوا يتكلموا عليه، يقولون شوف هو ده عمل الدين، هو ده. انا وقفت موقف الضابط، جاءني ابتسم لي وكلمني بادب، لكن يعتبر اهانني اهانه كبيره، وهو يبتسم لي واتكلم بكل ادب، قال لي فضيله الشيخ هذا فعل الشيوخ، دلني على فعل البلطجية كيف يكون. تصريحا قال هذا، إن أنا انكسرت ووضعت رأسي في الأرض، قلت له نستغفر الله عندك حق، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا، والخطأ فينا معلوم، وسبته ومشيت. تأمرني بشيء؟ قال لا، قلت له بعد إذنك، وسبته ومشيت. لكن هذا حق، فنحن لابد أن يكون الود هو الذي يحملنا، ولا بد ان نتسامح، ولا بد ان كنت اخف، لا بد من ان نستوثق بعضنا من بعض، هكذا ان كنا نريد الله حق. فئه اهل البدع والضلال يتحدون ويتجلدون ويتصلبون، واهل السنه يعني يستبيح بعضهم بعض، لذلك نالهم من الدعاء الجانب عندما قال والا تهلك والا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. ماذا قال الله تعالى؟ اشترط غاية، قال إيه؟ حتى يستبيح بعضهم، يبقى إذن لا يسلطن عليه ما سبب، وهذا الحصر هنعيشه في هذا اليوم. فشوف هنا كلام الخليل، لذلك عجبني جدا، قال وشبر بيقول الدنيا كلها المتباغتين لا تحمل، مش ممكن. قال وشبر شبر صغير كده للمتحبين يسعى المتحبين، لذلك شبر لا يضيق عن المتحبين. اللهم اجعلنا من المتحبين فيك يا رب، خلاصا لوجهك الكريم يا رب امين. تفضل. وعن يحيى بن خالد البركمي البرمكي انه قال لا يضيق شبر عن متحابين
ولا تتسع الدنيا لمتباغضين. لو شوف قالها قولا قولا عظيما. ويحيى البرمكي سيد بني برمك وهو افضلهم مؤدب الرشيد ومعلمه ومربيه، كان وزير هارون الرشيد، كان جوادا حسن السياسة، قال فيه الرشيد حين مات: مات أعقل الناس وأكمل. سبحان ربي العظيم فيما يظن يعني. نعم تفضل. قال: وأنشد محمد بن معقل الأزدي لا نفسي. أنشدني محمد بن علي بن عبد الله، أنشدني محمد بن معقل. أنت شغال بتاكل يعني بتاكل ال... ده محظوظ الأسانيد يا شيخ. آه ماشي تفضل، ماشي عم محظوظ، حافظك ربي وأحسن الله عليك، أبقاك ربي على الخير والسنة. قال: وأنشد محمد بن معقل الأزدي لنفسه فقال: لم يطق مجلس بأهل وداد قط لكنه فسيح رحيم. الله، كل ده لأهل إيش؟ الوداد. خذ روحي وكن سليما معافى. قال: لم يضغ مجلس بأهل وداد قط لكنه فسيح رحيم، بسط الفضل بينهم بانبساط الود لما استجمعت عليه القلوب. الله 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 الله. قال الإمام رحمه الله: واجب على من فسح له اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه. قال بعض الحكماء: اثنان ظالمان، رجل اهديت له النصيحة فاتخذها ذنبا. شوف مع انه يريد ايش؟ يريد زينه لا يريد شينه، يريد زينه ولا يريد شينه، لما نصحه يريد زينه، لكن بشرط ايه؟ شرط ان يستتر فيها. الشافعي قال: لا تنصحنا على الملأ، فان النصيحة على الملأ ايش؟ قال: اثنان ظالمان، رجل اهديت اليه النصيحة فاتخذها ذنبا، ورجل وسع له في مكان ضيق فقعد متربعا. يعني مكان ضيق وسع له فدخل على طبع بيحف، فدخل عم فارد على نفسه عشان ما فيش بقى حد يجي يصلي، هو مكان ضيق لمكانات يوسع، فدخل يحف، دخل على طمع، فجلس قال: ده اظلم الناس، ده من اظلم الناس. قام له: فاكر انت هذا ده؟ فهذه المساله هكذا. شوف انظر، يا خلاص بيحف، دخل على طمع، ده اظلم الناس. يا راجل ما في مكان، فلمكانتك وسعوا، فتطيرهم وتتربع تقوم جالس عليهم عشان تكسلهم افغزهم، ما الذي يحدث هذا؟ فاجلس جيش قف او اجلس جلوسا لا يؤذيه ولا يؤذي غيره. طبعا الذي اتته النصيحه فجعلها ذنبا هذا من اظلم الناس، لانه اراد زينه ما اراد شينه. شوف قلب الخير شرا، وهذا بضيق الافق وايضا بتغير القلوب. كده ختم الباب ولا حمد منها. فؤاد مستنبطة: الدنيا لا تسع المتباغضين، وشبر يسع المتحبين. عجيب عجيب هذا، عجيب. من أحسن الناس من غطى عيب أخيه وطلب ممدحته وطلب كماله ولم يكف عن نصح، هذا أفضل الناس. لن تعود السيادة والقيادة والريادة للأمة حتى تأتلف القلوب، ولن تأتلف حتى يغض الأخ عن نقص أخيه ويكمل ويتم ولا يكف عن المعاضدة والنصح. هذا بهذا تتكامل الأمة وتتقدم لتتربع مكانها الذي خلقها الله له، فإنه خلقها لتكون إيش؟ لها القيادة والريادة والسيادة. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا رب العالمين جزاكم الله خيرا، ونجعلنا في الصلاح وجعل الله خلصا وجعل الأشياء وجعل الأمن أمان القائم سبب لنا المسلمين وموفق ولاة المسلمين لحفظ الكتاب والعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم توفيقا وسيدنا تسديدا، وجعلنا في رضاكم ابتغاك وأنت أرحم الراحمين. اجعل لهم بطانات الخير، ودلهم على الخير، تعينهم عليك. اللهم إنا نسألك أمان الارتد ونعم لا ينفد، وما رفقت النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وسدد الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب اخواننا في غزه، اللهم فرج كرب اخواننا في غزه، اللهم انصرهم على من عداهم يا رب، اللهم انصر من نصر الدين واخزل من خذل الدين. اللهم عليك بالروافض الخبثاء اخبث من اليهود الملاعين، وعليك باليهود ومن احبهم ومن اعانهم ومن قواهم ومن كان معهم. اللهم عليك بهم جميعا، وعليك بمن يفسد عقائد الناس. اللهم عليك بمن يمكن لاهل البدعه. اللهم عليك بهم جميعا،
وأنت الجبار المتكبر. اللهم لا تمكن أحدا منا، اللهم لا تمكن أحدا منا، اللهم لا تمكن أحدا منا. ومن له الحق علينا فأعطيه الحق بالشرع، وإن ظلم وتعدى فعليك به يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. فإن الهموم بقدر الهمم.